متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لفوق المملكة، والتي تشير تقريبا إلى بدء تكاثر بعض من السحب والغيوم في المناطق الشمالية من المملكة. هذه السحب أغلبها سحب غير ممطرة وهي على ارتفاعات عالية، في حين أن كما نلاحظ باقي مناطق المملكة تقريبا كانت فيها الأجواء خالية من تواجد لأي سحب هامة وغيوم خلال ساعات نهار هذا اليوم. كما تعلمون المملكة مقبلة على حالة من عدم الاستقرار الجوي وأجواء غير مستقرة خلال تقريبا 48 ساعة القادمة يومي الجمعة والسبت، والتي يتوقع أن تنتج نتيجة تقدم لهواء بارد قادم من منطقة بلاد الشام، وآخر لهواء ذات رطوبة مرتفعة قادم من المناطق الجنوبية من المملكة، ذلك يعمل على حدوث حالة من عدم الاستقرار الجوي المترافقة مع زخات رعدية من الأمطار تقريبا تبدأ من مناطق السواحل الجنوبية الغربية لتبوك منطقة الوجه، ومن ثم تتركز في سواحل المدينة المنورة تحديدا ينبع، وتدخل إلى داخل أيضا الأراضي السعودية باتجاه أجزاء من حائل والجوف والحدود الشمالية، ولاحقا تصل إلى رفحاء وحفر الباطن تقريبا مع ساعاتنا يوم السبت. كما أن هذه الأمطار تشمل لاحقا، يعني نستطيع القول يوم ليلة الجمعة على السبت ويوم السبت يتقدم هذا الحزام المطري جنوبا ليصل أيضا مناطق أكثر جنوبا، تصل إلى مدينة جدة، مرتفعات مكة والطائف. هذا بشكل عام يعني التوقعات الجوية يعني اليومين القادمين. دعونا نتعرف على سنعود مرة أخرى، دعونا نتعرف الآن إلى توقعات الحاسوبية للأمطار وكيفية تحرك هذه الأمطار خلال تقريبا 48 ساعة المقبلة. يتوقع بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات صباح يوم الجمعة، يمكنكم طبعا مشاهدة وقت الخريطة بالتوقيت المحلي هنا، هذا الجمعة الساعة 8 صباحا هناك بعض الزخات من الأمطار، يعني كما تلاحظون موجودة على البحر الأحمر كبداية لهذه الحالة الجوية. هذه الزخات طبعا تكون رعدية، يدخل جزء من هذه الأمطار الرعدية إلى داخل السواحل، ربما المناطق الجنوبية الغربية من تبوك، مناطق أم لج ربما والوجه، تلك المناطق ستشهد تدريجيا مع ساعات صباح يوم غد الجمعة فرصة هذه الأمطار، وموجودة هذه الفرصة على طول الساحل الأوسط، لكن في الأغلب لن تدخل إلى داخل، وإن دخلت تكون زخات خفيفة أو سريعة من الأمطار. كلما دخلنا في الوقت هذا الجمعة تقريبا في قرب ساعات الظهيرة تتعمق الأمطار في منطقة الوجه وأملج، وكما تلاحظون تصبح كامل سواحل جنوب غرب تبوك وسواحل المدينة المنورة ضمن تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة المتمثلة بهطول لزخات رعدية من الأمطار التي قد تسبق أحيانا بنشاط في سرعة الرياح أحيانا وإثارة للأتربة والرمال داخل المناطق أو داخل الصحراء، وتدريجيا مع ساعات عصر ومساء يوم الجمعة كما تلاحظون بدأت الأمطار تدخل إلى داخل، وبدأت السحب الركامية تتشكل حتى في مناطق قريبة من الجوف، مناطق قريبة من تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة، وإضافة إلى سواحل الوجه وأملج، وبالإضافة إلى طبعا منطقة ينبع على وجه التحديد. ولاحقا مع دخولنا في ساعات ليلة الجمعة على السبت تصبح هناك أو يصبح هناك حزام مطري مكون من غيوم رعدية ممطرة، جزء منها غزير يؤدي إلى جريان الأودية، جريان الشعاب، تشكل للسيول أحيانا، وذلك في مناطق ما بين رفحاء والجوف وسكاكة وعرعر، المناطق الشمالية من حائل، أجزاء من المدينة المنورة، وطول المناطق الساحلية من المدينة المنورة بما فيها منطقة ينبع وجه التحديد وأجزاء من منطقة أملج، وهذه المناطق جميعها من المتوقع أن تكون ضمن تأثير هذه الأحوال الجوية غير المستقرة للغاية ليلة الجمعة على السبت. وكما نلاحظ مع دخولنا في ساعات الليل يتركز هذا الحزام في هذه المناطق، وتتركز الأمطار بشكل قوي حتى تحديدا على منطقة ينبع في المدينة المنورة خاصة مع ساعات ليلة الجمعة على السبت. أما دخولنا مع ساعات فجر يوم السبت يبدأ هذا الحزام المطري بالتحرك تدريجيا نحو الجنوب، كما نلاحظ اقترب الآن مع ساعات يعني تقريبا صباح يوم السبت باتجاه المنطقة الجنوبية ليقترب من منطقة يعني رابغ، ونتوقع مع ساعات تقريبا صباح اليوم السبت أن تصل الأمطار إلى مدينة جدة على شكل زخات رعدية هناك، ربما تكون بعض من هذه الزخات أيضا غزيرة، وتبقى الأمطار هاطلة في أجزاء من المدينة المنورة كأيضا في داخل المدينة، بالإضافة إلى المناطق ما بين القصيم وحائل وصولا إلى رفحاء، جميع هذه المناطق صباح يوم الجمعة من السبت عفوا متوقع أن تشهد زخات رعدية بمشيئة الله تعالى أمطار. لكن كما تلاحظ كلما تحرك يعني دخلنا في الوقت يوم السبت تحرك هذا الحزام نحو
والجنوب، ولكن يضعف كقوة، ولكن لا يمنع وجود بعض الزخات الرعدية الغزيرة بمشيئة الله تعالى. ومع ساعات مساء يوم السبت يعني تصبح هناك أمطار متفرقة وأكثر تفرقا، ولكن ممتدة من أجزاء من حفر الباطن، أجزاء من القصيم، أجزاء من المدينة المنورة، بعض مرتفعات مكة، وأجزاء من أيضا مدينة جدة. ومن ثم يبدأ الطقس يميل الاستقرار التدريجي مع ساعات مساء وليلة السبت على الأحد. إذا هذا كان تسلسل زمني لتوقعات الأحوال الجوية والأمطار والحالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على أجزاء يعني عدة من المملكة، تتركز في المناطق السواحل الغربية وصولا تقريبا إلى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. الآن نعود إلى الأجواء في العاصمة الرياض هذه الليلة. الأجواء تكون مستقرة عموما وأجواء صافية مائلة قليلا للبرودة، هذه الأجواء خاصة مع ساعات الليل المتأخرة. درجة الحرارة 16 درجة مئوية ورطوبة نسبية 60%. يعني بالنسبة للعاصمة الرياض يتوقع أن هناك يعني بعض إشارات للأمطار، لكن في نهاية الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها من الشمال، من سكاكا 27 إلى 15 أجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة للأمطار مع دخولنا في ساعات المساء. في عار كذلك رقم 22 إلى 15، في تبوك من 24 إلى 10، وهناك أتربة مثارة في تبوك ناتجة عن نشاط في سرعة الرياح. في جدة هناك فرصة للأمطار في ساعات الصباح تحديدا، تكون العظمى من 36 إلى 24 درجة مئوية. كما ذكرنا مدينة جدة فرصتها جيدة للأمطار صباح يوم السبت. في المدينة المنورة أيضا 31 إلى 21 مع بعض فرص الأمطار التي تزداد مع دخولنا في ساعات مساء يوم الجمعة. بعض الأتربة المثارة في مكة المكرمة من 35 إلى 22 درجة مئوية، في الطائف من 25 إلى 15 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية الغربية للمملكة، تكون في أبها من 22 إلى 11، في الباحة من 23 إلى 16، وفي جازان من 31 إلى 27 درجة مئوية. والأجواء عموما غدا في جنوب غرب المملكة مستقرة بشكل عام. في الإحساء من 29 إلى 17، وكذلك أمر في الدمام تقريبا من 29 إلى 20 درجة مئوية. بعض الأتربة المثارة ونشاط في سرعة الرياح السطحية في حفر الباطن من 31 إلى 21، أو حتى أيضا في بعض المناطق الوسطى كما سنشاهد الآن بما فيها العاصمة الرياض 28 إلى 16 مع بعض الغبار. كذلك أمر في بريدة في القصيم من تقريبا 30 إلى 18، وكذلك أمره حتى في حائل من 28 إلى 16 مع أتربة مثارة. ولكن جميع هذه المناطق تتهيأ بها، أو تحديدا في حائل تتهيأ الفرص لهطول الأمطار مع دخولنا في ساعات الليل، والتي تكون بمشيئة الله تعالى أمطار رعدية. دعونا الآن نتعرف على الأحوال الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض على وجه التحديد خلال الثلاثة أيام القادمة. تكون كما ذكرنا غدا 28 إلى 16، يوم السبت هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة، تميل الأجواء للحرارة قليلا في ساعات النهار من 29 إلى 15، ويوم الأحد تكون أجواء مشمسة أيضا من 28 في ساعات النهار، والصغرى تقريبا حوالي 14 درجة مئوية. قبل الختام، هناك توصيات هامة للتعامل مع هذه الأحوال الجوية التي ستتأثر بها بعض من مناطق المملكة، ولعل أبرزها وأهمها هو يعني طريقة التعاطي مع الأمطار الرعدية عندما تهطل، وبالتالي ضرورة الانتباه من عدم التواجد في المناطق المنخفضة ومناطق الأودية ومناطق الشعاب، وعدم المجازفة في دخولها في حال هطوط الأمطار الغزيرة في تلك المناطق المتأثرة بهذه الحالة الجوية. الانتباه من السيول ومخاطر جريانها أينما حدثت، وخاصة أنها تجري بسرعات عالية أحيانا، وكذلك الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في بعض مناطق المملكة أحيانا بسبب الرياح الهابطة أو بسبب نشاط في سرعة الرياح. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة بالتسلسل والتفصيل الزمني ل 48 ساعة القادمة. للمزيد يمكنكم زيارة موقع طقس العرب أو حتى تحميل تطبيق طقس العرب، يصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة، أو حتى يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.